أنا اسمي دينا فريد، عندي ماسترز كلينيكال منتل هيلث كونسلنج من آدم ستيت يونيفرسيتي في أمريكا. عندي فوق العشر سنين خبرة، بشتغل مع الكبار والأدوليسنس المراهقين اللي عندهم مشاكل أدكشن، مشاكل في البرسوناليتي، اضطرابات شخصية، عندهم اكتئاب وقلق. أكتر بوبيليشن بحب أشتغل معاها هم البوردرلاين بيرسوناليتي ديسوردر أو الشخصية الحدية. البوردرلاين بيرسوناليتي ديسوردر هم ناس حساسين قوي، عندهم مشاعر عالية قوي، ممكن يحسوا ان هم بيحسوا بالحاجات اكتر من الناس التانية، عندهم خوف عامة من ان هم يتسابوا، عندهم fear of abandonment عالي قوي، ممكن يبقى بيعملوا حاجات to harm themselves علشان البين اللي عندهم so strong هم مش عارفين يعملوا فيه ايه، فبيروحوا to harm themselves او يعملوا impulsive behaviors، ممكن يعملوا حاجات بتضرهم. عندهم مشاكل كتيرة قوي في العلاقات، وكتير بحسوا ان هم alienated من المجتمع اللي حواليهم، وهم فيهم حاجة مختلفة والناس مش فاهمهم وهم مش فاهمينهم. فالبوردرلاين بيرسوناليتي ديس اوردر زمان كانت من التشخيصات اللي بتقال عليها انها صعب انها تتعالج. في علاجات طلعت جديده زي الدي بي تي والسكيما ثيرابي، دول بقوا بيساعدوا الناس اللي عندهم بيرسوناليتي ديس اوردرز وبوردرلاين بالاخص انهم يتغلبوا على المصاعب اللي عندهم ويعيشوا حياه طبيعيه. الدي بي تي بيعلم اربع مهارات مهمه قوي، اول واحده هي المايندفولنس، ازاي ابقى موجوده في اللحظه اللي انا فيها، مش دماغي ما بتشتش مني في المستقبل ولا في الماضي، فاقدر استمتع بحياتي دلوقتي وابقى بريزنت. المهاره الثانيه هي الايموشن ريجوليشن، بتعلمنا ازاي نتعامل مع مشاعرنا عشان نفهمها اكتر ونعرف هي جايه منين. المهاره الثالثه هي الديستريس تولرنس سكيلز، وهي برضو بتتعامل مع المشاعر، بس المشاعر الارجنت قوي اللي بتبقى عاليه قوي اللي ممكن تخليني اروح اذي نفسي او اخد مخدرات عشان انا مش قادره استحملها. المهاره الرابعه هي الانتربيرسونال افكتيفنس سكيلز، وازاي اتعامل مع الناس والعلاقات اللي في حياتي. اما اخش بقى على السكيما ثيرابي، السكيما ثيرابي بيروح لحته ثانيه وبيعالج حته ثانيه، واللي هو الكور أصلاً بتاع البرسوناليتي ديسوردر، الاحتياجات اللي كانت عندي وأنا صغيرة اللي ما تلبتش، فبالتالي ابتدى يبقى عندي صورة عن نفسي وصورة عن الناس وصورة عن الحياة، والصورة دي اللي احنا بنسميها السكيماز أو البليف دي بتبقى بتأثر على تعاملاتي دلوقتي ومشاعري دلوقتي. السكيما ثيرابي بيروح للحاجات دي وبنرسم مع بعض خريطة لإزاي أنا وصلت الحتة اللي هي فيها، إيه الاحتياجات اللي ما كانتش متلبية، إيه البليفز اللي أنا عندي، البليفز هل هي صح ولا هي غلط. فالسكيما ثيرابي بتاخدنا لحتة تانية ديبر دان الحاضر والمستقبل اللي احنا كتير قوي بنشتغل فيه بأذر كاينز اوف ثيرابيز. بتروح للكور قوي بتاعت المشكلة، وبنحل الايموشنز اللي مرتبطة مع البليفز ومع الميموريز اللي كانت موجودة من الصغر اللي لسه لحد دلوقتي بتأثر عليا. For example أنا مثلا ممكن حد يقول لي كلمة النهاردة، الكلمة لو في العادي أنا ما عندي صورة ذاتية كويسة عن نفسي، فهي لو هتضايقني مثلا 3 out of 10. لو أنا عندي صورة ذاتية أو belief عن نفسي مش لطيف، فممكن نفس الكلمة اللي اتقالت دي تضايقني at 10 out of 10، يعني اتضايق قوي قوي قوي، وده المضايقة دي بتبقاش جاية من الحاجة اللي حصلة دلوقتي، هي بتبقى triggered من مشاعر أنا حصلت لي في experience زمان وانا صغيرة. حاجة تانية من الحاجات اللي بعملها وعندي experience فيها هو الجروب ثيرابي، برضو بعمل جروب ثيرابي دي بي تي وسكيما ثيرابي. فلو انت او انت عندك borderline personality disorder او اي نوع من انواع الاضطرابات الشخصية التاني، انا عايزة اطمنك انه في حل. انا عارفة انه ممكن يبان انه there's too much، بس there is a solution دلوقتي and I can help you. والفريق هنا في 07 can help you and it can be done online.